انا اللي كنسميها انا ظاهره صحيه بعد ما كان الفلوس مزيان. علاش؟ لان كنحاولوا نديروا افلام في المستوى من طبيعه الحال وزاره الثقافه عطات، وكاين حتى المركز السينمائي المغربي اللي كتعطي، لان هذه مبادره جميله جدا باش ننهضوا بالقطاع السينمائي ونزيدوا به الامام حتى تكون الافلام المغربيه تسافر عبر العالم. ما كاينش تقصير، غير خص لي مويان وصافي. خص تكون، شوف كما كنقولوا، خص تكون هناك تحالفات، يكون واحد كما كنقول واحد سياسه، يا اراده سياسيه ان نزيدوا بالسينما الى الامام. وهذه كنقولها انا، ماشي كاين ماشي ما كاين ديك كما كنقولوا حنا، كاين النيه كما كنقولوا، النيه كما كيقولوا البلادي، كاين النيه، غير خصها تكون الناس يجتمعوا ويخدموا مزيان باش نزيدوا الى الامام. هذه مبادره زوينه ديال هذا الدعم اللي تعطى. لحقاش بالنسبه لي انا السينما المغربيه غادا في تطور كبير، يعني راه غادي الافلام، يعني بدينا كنشوفوا شي حاجه زوينه، ماشي شي حاجه زوينه 100%، مي كاين الضوء ديال الافلام، كاين الضوء ديال الامل، حتى انه بداو ممثلات وممثلين تيشاركوا في الاعمال، يعني بحال تقول ما بقيناش كنحكوا راسنا في الخدمه. يعني هذه بادره زوينه من عند وزارة الثقافة، وتنتمنى كاع الممثلين اللي ما خدامينش واللي عندهم مؤهلات كلشي يخدم، حتى شي واحد ما يبقى بارك، ونعترفوا بالفنان المغربي كأنه فنان ديال بصح، وما نهمشوش ونعطيو الحقوق ديالو ونحترموه ونعطيو الادوار اللي كيستحق. بطبيعة الحال ما كافيش، راه وزارة الثقافة تيقولوا بان هي اقل ميزانية، هذه ما ياخذكش فيها الشك، وبالعكس احنا خصنا ننشدوا حتى الطبقة البرجوازية ديالنا انها تساهم في الثقافة، لانه الا ما ساهمناش كلنا في الثقافة ما تيمشي لنا الحاضر ديالنا وتينداثر وما تنديروش تاريخ، لان السينما هي توثيق، السينما هي حكي، هي شي حاجة اللي غنخليوها للاجيال اللي جاية من مورانا ان شاء الله، لان هذا هي اهم حاجه عندنا دابا، هو الذاكره. في هذه اللحظه اللي تندوي معك انا، الناس اللي تشوفوا فيها رانا دابا من الذاكره، وهذه هي الاساس ديال الخدمه ديال السينما، اننا نتكلموا على الحاضر ولكن راه تتبقى اداه توثيقيه. السينما تتعاني من بزاف ديال المشاكل، ما نقدروش نقولوا بانه حنا صافي راحنا وصلنا للهدف ديالنا، بالعكس كاين مشاكل ديال الدعم، كاين مشاكل ديال السيناريو، كاين مشاكل عده اللي حنا تنحاولوا الحمد لله ان نتجاوزوها، ولكن هادشي لا يمنع ان السينما المغربيه في تطور، وحنا فرحانين الحمد لله بالتطور هذا، لانه اللي جيتي تشوف غير العدد ديال الافلام اللي تتنتج في العام سواء من المال الخاص، يعني الحمد لله دابا ولا عندنا لوطو برودكسيون، وعندنا حتى افلام تاهي مدعمه من الدوله، ولكن الحمد لله بصفه عامه السينما المغربيه في تطور بالفنانين ديالها، بالمنتجين والمخرجين ديالها.